مرحبا بكم، تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. اتصلوا بي واحد العدد ديال الناس، اتصلوا بي هاتفيا، اتصلوا بي من خلال لي كومونتير، تيقول لنا السي الخراز هضر لنا على المرأة اللي قتلت راجلها في الشمال ودفناتو، هضر لنا عليها. شنو غنقول انا؟ شنو غنقول لكم هنايا؟ شنو غنهضر؟ انا ما تنكذبش على المتتبعين ديالي، وانا اعوذ بالله ما قلت، انا ما تركبش على الموجه، اي شي حاجه بان تركب عليها ونزيد بقى نعاود. كاين بزاف ديال القنوات وديال المواقع عايشين بهذا الشيء هذا، اي حاجه تجي تركبوا، اي موجه جات تركبوا عليها، اي حاجه توقع في البلاد ينقزوا تنجالها وخا ما يعرفوش شنو كاين. هاد السيدة متهمة بأن قتلت رجلها، متهمة. هاد السيدة باقي البوليس تيبحث، بقى ما دازت المحكمة، بقى ما دازت عن قضية التحقيق، بقى ما تعرفت واش قتلته هي ولا ما قتلتوش، واش بصحة الجريمة وقع ما وقعش، واش باقي ما كاين والو. البحث جاري، البحث جاري، وباقي باقي ما تعرفش بالضبط شنو وقع بالضبط. وتا واحد اليوم ما عنده مسطره من غير البوليس، تا واحد ما عنده مسطره مثلا بحال هكا، مسطره بحال هادي، مسطره عنده شدها وقراها وتبعها. وحتى واحد باقي ما اتصل مع المحامي ديال المعنيه ولا مع المحامي ديال الطرف اللي ضدها، حتى حاجه باقا ما ثابته. حضره دايره، مرات شدت في راجلها قتلاته، هذه 12 عام ولا مع بعض قتلاته وحصلوها وجابوها وكذا وكذا، ولكن واش البحث كمل؟ باقي ما كملش. واش دازت المحكمه؟ باقا ما دازتش. واش دازت التحقيق؟ باقا ما دازتش. واحد الجريمه غنهضر عليها حتى يوقع واحد التقادم ودزها واحد الوقت طويل يدوز عليها، وما تذكرش الاسماء وما بينش الوجوه، من 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 مس في الناس وفي الكرامه ديالهم. بعد الناس يقول لك واش من كرامه عندها قتلت راجلها وكذا وكذا. انا تقولوا لي انا تتصلوا بي وعاودين على القصه ديالها، اش ما نعاود على القصه ديالها؟ تقول لي ركب على الموجه، ركب على الموجه سي خباز، هاد الجريمه وقعت وركبت انت عاود على ديك الجريمه اللي وقعت. وانا واحد صاحبي، ماشي صاحبي تا هو، صاحبي في الحرفه، عنده قناه وهضر في هذه القضيه هذه، وخرج واحد دار واحد الفيديو وخرج كذا حلقه هضر عليها، وهضرت انا وياه. قلت لي دابا واش القضيه متبعينها الدرك الملكي ولا البوليس؟ وقال لي يا خو احنا ما سمعنا البوليس. قلت لي غير سمعتي البوليس؟ لا لا لا، الدرك اصاحبي عطاوها الدرك. او قال لي عطاوها الدرك. قلت لي عطاوها الدرك، وانا غير تنقلقلو غير تنشوف واش شاد راسو ولا لا. ودابا هي مشدوده تما ولا جابوها الرباط؟ قال لي الله ان بقى تما مشدوده. قلت لي لا راه جابوها الرباط. او جابوها الرباط، وقلت لي انت ما عرفت حاجه، ما عرفت حاجه لا في القضيه شنو فيها ولا في وصلت المراه ولا كيفاش وقع القتل. وانت وقال لي ندبر على ريوسنا، تندبر على ريوسنا، ندير عنوان كما تيديروا اخرين وصافي. انا ما تنديرش عنوان وتندير الصوره ديال عباد الله نبقى نهضر، لا، انا عندي واحد الجريمه غنهضر عليها بحال الجريمه ديال اليوم. غادي نمشي نقلب على المسطره ونقلب على الشهود ونسول في الحبس وندور هنا وهنا ونتاكد بان عندي معطيات صحيحه، ونبدل الاسماء ديال الناس اللي معنيه بالامر، نقدر نبدل الاماكن باش ما نمشيش فيهم، وتكون فيها افاده. هاد الجريمه تفيد الناس، تفيدهم مش افاده، يستافدوها. اش غتستافد واحد يكتب لك عنوان يكتب فيك كذا كذا، تقتله وتدفنه، وقتلته ودفناته اش هي الافاده؟ زعما اللي بغا تقتل رجلها تدفنه شنو؟ وعادت ندير الحلقه ديالي وعادت ندوزها. نتمنى من الله الرساله توصل. وهنا تنقول للناس ما تكونش جريمه جديده، عاد طاحت، عاد بدات بلا ما يتصلوا بي يقول لي السي خراز دير لنا هذه الجريمه اللي وقعت فينا ولا هنا ولا هنا، تنتاكد منا بانها جريمه وانها كما قلت لكم. الحلقه ديالنا اليوم
كنا لما كنت في الهيئة الحضارية، لما كنت في الهيئة الحضارية أي البوليسية ديال الكسوة، من يلا دخلت للبوليس في السبعينات، دخلت للبوليس أنا في أوائل السبعينات. من المهام اللي كانت تعطى لنا، المهام ديال الشرطة بزي هي كثيرة، ولكن من المهام اللي كنا تنقوم بها هي تنعسوا المساجين لما تيجيبوا واحد مسجون من السجن، يجيبوا المستشفى السبيطار تينعس تحت الملاحظة الطبية، كنا تمشوا نعسوا عليه عادي. كان ديك الساعة السبعينات كان مسجون تنعسوا عليه في السبيطار، وكان بعض المرات تينعس مع الناس، يكون نعس مع الناس، أي تكون واحد الغرفة فيها أربعة ولا خمسة ديال المرضى، ناس عاديين مواطنين تداووا، وتيكون هو معاهم بحال مثلا في القسم العظام، تيكون هذا مسجون مهرس تمشي لقسم العظام تيديروا حنا تنعسوا تما، تتكون حوار ما بيننا وبين دوك الناس والمسجون كذا موانسين، والمسجون راه قدامنا، ولكن ديما كانت احتياطات المينوت مع الناموسيه، هذا كان خطير، هذا كان باقي شاب باقي قد يهرب منه شي حاجه، او تنخليه لك راجل شيباني مريض ما قد هذا، ولكن الحراسه تتكون. وهنا لما كنا تمشيو للمستشفى كنا تمشيو طيله المده اللي في هذاك السجين هو في المستشفى، اي تنتبادلوا عليه البوليسي اليوم البوليسي غدا وغدا كذا، تيولي ان بوست زايد اليوم لا اليوم لا اليوم المسجون تيدو للمستشفى، كاين بلاصه خاصه بالمساجن فيها جميع الوسائل الامنيه بوحدو، تيجي عند طول الطبيب يدخل عنده بوحدو، ما بقاش شي اللي كنخلطو مع الناس ولا كذا ولا كذا. لما كنا تمشي نعسو تما كانت واحد الفرمليه، وهذا السيده ما كانش فرمليه حقيقه، كانت كما تنقولوا فام دو بين، العيالات اللي بالعربيه ما اللي يفرقوا الماكله على المرضى، اللي تيبدلوا الغطاء للمرضى، اللي تيشطبوا، اللي يديوا المريض مثلا يديوه البلوك باش يدير عمليه ويجيبوه من البلوك، عندهم مهام خاصه بهم، وتهم لابسين طابليات وتيعيطوا للفرمليه، ولكن هما كانوا ماشي فرمليات، تيقومون باعمال اخرى موازيه، فرمليه عندها خمسه رابعين. وكانت واحد السيده كانت قويه، هي كانت من هاد العيالات اللي غنسميوها حنا فرمليه، دابا نسميوها فرمليه باش ما نتلفكمش، كانت تقول فرمليه، راه قلت لكم المهام ديالها. وكانت هاد السيده بحوكيه، وكانت مرأة قوية، وكان مرأة فيها الرجولة، باش نقول لك بحال الراجل ولكن فيها الرجولة، حتى في وجهها كان شوية نقصها شوية الأنوثة، ولكن كانت مرأة قوية وكانت ضحوكية وكانت سيربيا تتقضي الناس غراضهم وداك الشيء، وكانت معرفة معنا حنا البوليس تما، وكانت هي الأغلبية تخدم الليل، أغلبية تخدم الليل. ولما تجيو في الليل ديما تلقاوها، ديما راك عارف القهوة ديالها تطبقها معنا، تجيبنا قهوة وكذا في السبيطار، وتجي تجلس معنا تونسنا شوية تعاود لينا، وكانت تتنعس في ذاك البيرو ديال الفرمليات، إلا في الحال في شي حالة اللي تنحتاجوها حنا أو تحتاجها شي مريض أو شي حاجة باش تعيط على الفرملية اللي بيرمانونس أو تعيط على الطبيب ولا كذا ولا كذا. وكانت معروفة هاد السيدة هادي، تنقول أختي في الطومة، هذا اسم مستعار، اختي في الطومه، وفيها الضحك وفيها تدابز مع البوليس وتضحك وتدير معروف هاد السيده هادي، وترتبط معنا بواحد العلاقه ديال صداقه بينا وبين البوليس. وحتى حنا كنا مثلا مشينا شي مره للسبيطار احتجنا شي حاجه، تطلع عند في الطومه تهبط معنا لي زيرجونس في الطومه، تهبط معنا حيت تعرف اطباء وتتدخل وتدير تدخلات، تدخلات هكا لان قلبها مزيان. ولكن من انايا تحيدت من الهيئه الحضاريه، مشيت وليت مفتيش وكذا، بقى هذيك العلاقه، انا ما بقيتش تمشي للسبيطار، ولكن
عندك العلاقه بعض المرات تنطلقها في السبيطار تسلم عليها بعض المرات كذا بعض المرات. اخيرا تلاقيت انا وياها وكانت جالسه في واحد المقهى هي واحد الوليد صغير تتقول ولد اختها. دخلت معها في حديث شربت معها قهوه عرفتها ما تزوجات وهي مسكينه عمرها ما تزوجات ما عمرها ما تزوجات كانت عفيفة كانت داخل سوق راسها ربما هي كي الهيئة ديالها وداك الشيء ما تزوجاتش ما تزوجاتش هاي ومشات للحج قالت لي أنا حجيت وكذا مشات للحج وهذا وهذا وجبدنا الحديث عن ديك الأيام الخوالي ديك الأيام اللي كان السبيطار وكذا وكذا وعطتني وقت وعطيتها وقت وحنا في ديك القهوة وكبرات هي مسكينة كبرات كبحالي وجبدت لي واحد الجريمة كانت وقعت لواحد صاحبتها كان ذاك الوقت في علمي ديك الجريمة في علمي الوقائع ديالها ولكن أنا ما خدمتش فيها الاكتفاء الحضارية كان ديك الساعة الشرطة القضائية أو الدائرة اللي خدموها ولكن هي كانت طرف ديك القضية هذيك وجبتها وحكيتها لي بالتفصيل هاد الجريمة هذه اللي غنحكي لكم دابا. هاد فطومة كانت هي خدامة كما قلت لكم في المستشفى في السبيطار وعندها واحد صاحبتها خدامة في هلال الأحمر. هذيك صاحبتها تنعرفها أنا لما كنت بعض المرات تنحتاج هلال الأحمر لأن كانت في هاد المدينة عندنا هلال الأحمر كان فيه واحد هلال الأحمر واحد كان ورا البلدية قديم ومن بعد ولا واحد هلال الأحمر ثاني ومن بعد ولا المستشفى اللي معروف دابا في قنيطرة مستشفى ديال الهلال الأحمر ديال اللي فيه أمراض العيون وعمليات وكذا 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 مي هاد البلاصة ديال الهلال الأحمر اللي تنقول لكم أنا كان مجرد مكاتب صغيرة تيجيو الناس يدقوا فيهم البلا أغلبية البلا إلا اللي جيو غير ديال الفاصمة ولا شي حاجة كنتو تعرفوا دوك المحلات ديال الهلال الأحمر تدق البلا تدوي الفاصمة وداك الشيء ودوك البنات متخرجين من المدرسة ديال التكوين الهلال الأحمر ماشي في الرمليات ديال الدولة ولكن تابع لها الهلال الأحمر ولكن علم تكوين تكوين في 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 القضية ديال التمريض في الإسعاف في يدقوا البلا ولكن ما عارفين هاد الشيء هذا كانت عندها صاحبتها تما وديك صاحبتها أنا كنت من الناس اللي واحد النهار مرضت ودزت مرة جوج ثلاثة في حياتي دزت لتما ديك الهلال الأحمر تيدقوا لي البلا تما ديك البنت تعرفها تما قديمة في الهلال الأحمر هذيك البنت كانت وسيمة وكانت جميلة ديك البنت كانت في الهلال الأحمر ومقرا راسها وغنعاود لكم كيفاش اللي عارفوا اللي عاودت لي السيده مره غنرجع في الطومه وانا غادي معاكم في الحديث كانت صاحبتها هي في الطومه ربما العمل ديالهم قريب هو اللي صاحبهم من النهار الاول وتقريبا كانت هي مدحومتها وكانت صاحبتها كاين حنا تنقولوا الصديق تنقولوا النصارى تيقولوا الفرنسيين تيقولوا لي كامراد اي امي كاين لو كامراد ولا امي عندنا بزاف لي كامراد المعارف لي كامراد انت كان تقرا معايا كان كذا صاحبي يخدم معايا في واحد الشركه وكاين الصديق لامي الصديق هو داك الواحد اللي كاين واحد اللي عنده غير صديق واحد كاين اللي عنده جوج اصدقاء وكاين اللي ما عندوش وخليل اللي عنده ثلاثه اصدقاء ولكن اللي تيهم هو الصديق الواحد لامي الصديق الواحد ديالك هو داك الصديق اللي تكون بيناتكم اصغار وهضره وكلام واللي في راسك في راسه واللي عندك عنده وهذا هذاك هو تيكون الصديق وهذه كانت صديقه ديالها اي صحابات يخرجوا بجوج يجيو بجوج كانوا هذه تلقى عندها جلسه في الهلال الاحمر اخرى تلقى جلسه معها في السبيطار تشوف في الشارع خارجين بجوج هذيك في الطومه كانت كبر من ديك البنت ولكن كانت صاحبتها هذيك البنت واحد النهار دابا الهضره ديال فطومه تتقول فطومه واحد النهار جا واحد السيد هي تتقول عروبي اي فلاح راجل فلاح حنا كل واحد كيفاش تيسميه ولكن حتى شي اسميه من هاد الاسماء اللي هي عار
ولا هي خايبه، لا لا اسماء عاديه. كان واحد فلاح لاباس عليه ميسور، لاباس عليه، وكان تيجي يدق عندها البلا، وكان باقي شويه راجل، باقي شاب شويه وشاد راسه، ودار معاه علاقه، وتعرف مع هذيك البنت اللي في الهلال الاحمر، تعرفوا وياها اليوم غدا، اليوم غدا، ويقول لها انا بغيت نجوزك، وبغيت نجوزك، وبغيت نمشي معاك بعيد، وبغيت كذا، وبغيت كذا، وبغيت كذا. هنا هذيك البنت ديال الهلال الاحمر، ديك الممرضه، تاهي اسمها ممرضه، هضرت معها في الطومه في هذه القضيه، كانت تقول في الطومه كل شيء. قالت لي راه واحد السيد تيجي يدق عندي برا، وفلاح لاباس عليه كذا، وباقي شاب وكذا، وعنده تقريبا شي 33 عام ولا 34 عام وكذا، وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي اي حاجه تيجي داك السيد يقولها لا تقول في الطومه. وفي الطومه شجعتها، قالت لها شوفي الا ما كانش مجوج ولا كذا توكلي على الله وتزوجي، وهذا انت تشوفي انا ما عندي زهر، كنت نرفض هذا ورفض هذا، ودابا باقي ما بقى يجي عندي حتى شي حد وكذا وكذا. البنت عرفت مع هذاك الفلاح، وكيما غنقولوا صاحبت معاه، صاحبت معاه، ولا تخرج معاه، يدي هنا يدي هنا، يجيب لها شي منتوجات فلاحيه، انا غنجيب لك الرمان، انا غنجيب لك الخضره، غنجيب لك هذا، تقول في الطومه، كانت من تيجيب لها شي حاجه تعطيها في الطومه، تقول راه جابوا لي فلان، جاب لي الزبده، جاب لي هاك حقك. بعض المرات تتقول في الطومه، كانت مات في الطومه تعرفت معاه، لانه من خلال هذيك كانت تقول لصاحبتي، تذكرها ليها تذكر لي بزاف في الطومه، صاحبتي في الطومه، صاحبتي هو بغى يعرف لها في الطومه صاحبتها، لان صاحبتها في الطومه بقات بعض المرات تخرج معاهم، تمشيو شي قهيوه، تيقول لها واعرضي على صاحبتك في الطومه، تيهضر لها في الطومه، تقول في الطومه كنت تمشي معاهم بعض المرات، نتعشاو يا ربي نتغداو في شي بلاصه، كنا تمشيو نشربوا قهوه في شي بلاصه، وكنت تشجعهم تقول خصكم تزوجوا وهذا وتوكلوا الله وكذا وكذا وكذا. هو كانت عنده واحد الدار شاريها هنا في المدينه، وهذيك الدار كانت خاصة به، أي غارسونيير، أي بريتش كما تيقولوا باللغة السوقية، ولا تيدي لها ديك البنت الممرضة ديال الأحمر، ولا تيديها تما، ولا تيديها. هي كانت تقول في الطومة كل شيء، وكانت تقول تمشيو للدار تما، تنجلسو شوية، تنذاكرو، تنشربو مناضعة وكذا، وتنخرجو، ولكن ما كانتش تقول لها كل شيء اللي وقع. حتى وقعت واحد المشكلة، ان البنت حملات، حملات، ودارت واحد 3 شهور هي حامله، ولما كانت حامله كانت تتقلب باش دير معها حل، تتقول لي دير معايا شي حل، انا حامله وحامله منك. هو كان تيقول لها شوفي دابا انا ما عندي ما ندير لك، انا نعطيك الفلوس وسيري شوف شي طبيب يحيدو، وانتي ما درتيش احتياط، وكانت ترد لها هي اللومه. ولكن البنت تتقول لها ودي بويسك كنت بغيتي تتزوج بيا، وبغيت تكون راجلي، وهاد الايام اللي دوزت معاك وعطيتك جسدي وعطيتك كذا، وتمشي معاك وتندير معاك وتنفعل معاك هذا، ودابا تتقول لي علاش بغيتي نحيدو، علاش بغيتي نحيدو كذا كذا. قال لها المهم انا راه مزوج، انا راه مزوج، انا مزوج وعندي بنت والمراه حامله، باش نديرك في راسك، وانا غنتزوج بك وبحقي نتزوج بك، ماشي شغل تا واحد، ولكن حيديه، وما يمكنش انا نتزوج بك وانت حامله، وانا بغيت ندير بك الكاريط وانت حامله. و هي هزت هاد الهضره مشات قالتها في الطومه، قالت لها شوفي انا ما نخبيش لك، انا راه حامله 3 شهور هادي معاه، ونحاول درت شي كينات ودرت شي حاجه وما طاحش ليا بنادم، ولكن خرجت ليه قوت، قلت لي انا ما غنحيدوش، دير معايا شي حل، ولكن راه قال لي هو مزوج، وانا عمري ما عرفته مزوج، قال لي راه مزوج وعنده بنت ومرته حامله، وانا خفت الدار يسقوا الخبر،
وانا شتي وليت تلبس جلابه شويه واسعه وليت تمتن بكرشي ترخف عليها تبان، وانا الطبيب ولا تيقول لي الطبيب شتي عندك تيقول لي 3 شهور بزاف تخافك تموتي وانت ضعيفه وانت كذا. دابا اختي في الطومه اللي كان قلت لك في الطومه قالت لها انا غنخرج فيه، مشات في الطومه كيما تعاود في الطومه تتقول مشات عنده، مشات عنده قالت لي شوف نقول لك واحد القضيه، البنت انا شاهده البنت كانت ما تعرف حتى واحد وكانت خدامه في الاحمر ولا خلاص سوق راسها، وانت جيتي وتسلطتي عليها وتصاحبتي معاها ولا تتبغيك وتتقول حقا انت في من قلت انا تنبغيها وكذا وكذا، ودابا البنت حملت وخبيتو عليا وانت راك تقول لها اسكي ما تقولهاش ليها ما تقولهاش ليها، ها هي ولا 3 شهور البنت ما عندها كي دير. انا نقول لك من هنا راه غتولي في شي صداع، ضرب البنت كاغيط ضرب البنت كاغيط ضرب البنت كاغيط صلاة على النبي، راك بخيرك بخميرك بكذا 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 وما خاصك حتى شي خير، وراه عندك ديك البلاصه فين دادها سكنها فيها، الاخرى راه عندك ساكنه تما كنتي في البلاد وحتى تقول عندك فيلا في ما عرفتش داك الشيء في الفيرما وداك الشيء، ايوا دير البنت قانون ديالها. شدات فيه في الطومه، وفي الطومه كيما قلت لكم في بدايه الحلقه كانت واحد السيده قويه حنا مجربينها في العمل معها وداك الشيء، كانت قوية وشخصية وكما تنقولوا رجولة، هذيك السيدة هذيك رجولة. من الحوايج اللي كانوا فيها واحد النهار في الطومة واحد السيد مات، مات في الليل وحنا كنا عساسين في المستشفى، أنا وكان معايا مخزني وداك السيد مات، وكانت مستودع الأموات اللي كان في المستشفى الإدريسي راه باقي جا شويه معزول على المستشفى، جا فواحد البلاصه معزول والمستشفى فيه شجر بزاف، ولا بغيتي دوز المستشفى بغيتي دير المستودع غادي دوز شي ميت في الليل كاين شويه الظلام تدوز شي بلاصه خاليين ومظلمين، اي ان الواحد الا كان غيدي الميت يديرو في الثلاجة في المستودع الاموات تسمى في السبيطار لا مات في الليل تدي الساروت هو اللي تيحل هو اللي تيدخلو هو داكشي، اي خص يكون واحد مثلا اللي ما تيخافش من الموتى، كاين بزاف الناس يخافوا من الموتى. وهي في الطومه قالت لذاك المخزني قالت ليه ديها فك الله يعطيك الصحه يعطيك الساروت، عندي واحد السيد راه مات راه شافو الطبيب راه دوز ساعتين هو هنا عافاك الا ما انا مشغوله شويه عندي في البلونكار وديه دخلوا له، قال لها انا ماشي شغلي ما تخرجش لتما وهذا وهذا، وبقات تقول لها الخواف ما الخواف كذا كذا كذا. وقلت لها انا في الطومه واختي نقول لك الصراحه انا وخاب بوليسي وداك الشيء وباش ندي ميت في هذا الظلام وندوزو حتى البلاصه ونحل على ذوك الموتى وندخلهم، قلت لها اختي شعري وقف حتى انا ما نقدش بوحدي. أو اللي قالت لي يا رجال أو أنتم رجال كذا كذا، وكان شي تقريبا شي جوج ديال الصباح، وفي الطومة خرج داك السيد وهزاتو كمداتو داتو زعما باش تنقول لكم شمن النوع ديال العيالات، وداتو دخلاتو لامورك وسداتو جات وتضحك على الناس زعما بحال خفنا حنا ولا كذا ولا كذا، ولكن حنا ماشي مسؤوليتنا ما بغيناش ندخلوا في هذا الشيء. ربما كما قلت لكم الظلام في الطريق وكذا ربما كيما حسيت انا حسن المخزني شويه داكشي تيتقشى خصو يكونوا جوج خصو يكونوا جوج. هي كانت قويه وهجمات على ديك خينا هجمات عليه على ديك البنت وقالت لي انا غنمشي معك فين ما بغيتي نتقدمك في المحكمه والبوليس الحمد لله تنعرفوهم وكذا وكذا، والله ما تجوجتي بهذه البنت ودرتي القانون تنخرج عليك. السيد ما لقى ما يدير فعلا بعد المفاوضات والهضره والكلام وتلاقاو اليوم تلاقاو غدا وفي الطومه والبنت قرر باش يتزوج بالبنت. قرر قال لي مودي فعلا غنسكنها في هذه البلاصه هذا المحل هذا الدار اللي عندي هنا وانا غنجي نخطبها من دارهم، ولكن ما خديشوها نديرو داك الشيء قرب تقيس شي حفيله بيناتنا والعائله وكذا وكذا وكذا. هنا في الطومه كما تقول زادت بحثات على دار مزيان وعلى دوار مزيان وفي ساكن مزيان وعرفاتو عرفات مراتو عرفات ولادو. كانت واحد الفرملية خدامة في واحد مستوصف
قريب لك البلاد فين ساكن هو، هذيك فهمني عطاتها معلومات كثيرة على هذاك السيد ولاتو أم ولادو ومراتو عيشتو كذا كذا، وقالت بأنها توصلت بأنه هو ما عندوش بنت ومرتو حاملة، عنده جوج بنات وبنات كبار شوية مزوجهم، هو تزوج صغير، وبأنه في اللعب صح وبأنه لبس عليه. هنا لما جاء السيد خطب البنت وجاب باغاش يصحابه وشو شو ولاد عمو وداك الشيء، ما جاوش العيالات، خطبها ودارهم ساكن وافقوا على الزواج، وافقوا لان في الطومه قالت لهم توكلوا الله، والبنت قالت انا باغياه وكذا، ولكن كلهم ساترين القضيه ديال الحمل ديال 3 شهور. داروا واحد العرس قرب تقيس كما قالت لي في الطومه، قالت لي عرس قرب تقيس، قالت لي انا اللي وقفت على داك الشيء، ذبحوا شي جوج خلفان، جابوا الطلبة صحابات البنت غدناو شي شوية، هو حضر معهم ديك الليلة ديال الغزال ما فيك ما يتقال، وداز العرس، العرس في الدار داروه، داز البنت بقات مع دارهم شي ايام في الاخر دار ديك الدار اللي هو كان مخلي على راسو بوحدو تما سكنها نفس المدينة، وخلى ليها واحد الباب مفتوح، هو انها يمكن تتابع الخدمه ديالها بعدا، دارها مزيانه تبقى خدامه في الهلال الاحمر كما كانت. هي بنت في الهلال الاحمر بديك الحنه وبداك الشيء، والناس عرفوا تزوجات وراها تزوجات، وبنت كرشها بانها حامله، دارهم عرفوا بان ذاك الحمل كان شويه قبل الوقت، ولكن ما عندنا ما نديروا كل شيء سكت. وقع عيش معها، ولكن ديك العيشه كان حاسبها هو بحال تزوجها بزز، بحال انه كان مضطر يتزوج بها، وكانت يتخاصم معها بزاف، وكانت يتغوت معها وتقول لها صيدتيني وقلبتيني ودرتي لي الولد بالاني وكذا طا 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 طا، لانه لما ولدت ولدت ولد، ومرتو سقت الخبر، مرتو سقت الخبر، دوزت لها الخبر في الطوبه وسقت الخبر، ولكن مرتو مسكينه بنت ديال العروبيه، مرتو تشوف بنت عائلة فقيرة كما قالت لها ديك الفرملية صاحبتها، كانت عائلة فقيرة وقبلات شطرت أمام أمر الواقع، وخا عندها جوج بنات قبلات وسكتات، المهم راه تزوج في المدينة دبر راسو، أنا مقابلة بناتي مقابلة ولادي مقابلة بهيماتي الله يعاونو، وبقات العلاقة وتول هذيك ولدت ولد، هاد صاحبتها ولدت ولد، ومع الوقت تعرفوا العيات بعضياتهم، الدرات بعضياتهم، اي ديك ديال اللي في العربيه تعرف شما هذيك، وهذيك بقات تمشي عندها مره مره، والاخرى تجي عندها مره مره، ولكن العافيه تحت الرماد كما تنقولوا، حتى وحده ما تتحمل درتها، حتى وحده ما تقول لك لا حنا بحال الخواتات، انا ودرتك بحال الخواتات، ما كاينش بحال الخواتات، حتى مره ما تتبغيش راجل يتزوج عليها، حتى مره ما تتبغي رجل يتزوج عليها، ما كاينش، ولو تبغيها تتبغيها تحت الضغط وتحت القهر وتحت السلطة وتحت التهديد، وتبقى مسكينة تبرد قلبها، وتزوج الله يعاونو، راه عاطيهم يتزوجوا 3 4، المهم أنا الحمد لله معاملاني مزيان ومعاملها مزيان، الهضرة الخاوية، وهو بحال تشمت في حياته، لما الأخرى ولدت ليه وحملات هلق حتى ولا قول بتيني، هو كان بغى غير يلعب ويمشي، ما كانش بغى يتزوج، ولكن حصل، وكان في واحد بلي بانه كان تيشرب، كان تيشرب، ولكن ما تيشربش في اي قهوه، كانت واحد الحانه راه باقه في القنيطره، مطعم وحانه بار وفيها ريستورون شويه نقيه، وتيجيو ناس نقيين تما، كان تيمشي هو، كان تيمشي، اوف هو حسب الناس اللي تعرفوه قال لك هو كان ديما تيجي مع شي وحده لتما، وانه في ديك البار من بعد بقى تيجيب هذيك اللي تزوجها تما، تيجيبها تيتهزل في واحد البلاصه، ديك البنت اللي من الاحمر تيتهزل هو وياها، لان كانت بنت زوينه وعاطيه في الوجه، وكان بعض المرات تيديها تما، ولكن ما تتشربش، كان تجلس معها تياكل معها تما بعض المرات،
في الطوماطيات تقول ايه كانت يديها معاه تيبغي يشرب ولكن ما تشربش، وداها والماء تحمل معاه وداها تتزوج بها ولا تديها مره مره تتنازل معاه. وداك القنت الناس ديال القهوه اللي كانوا خدموا تما، منهم واحد السي عبد اللطيف الله يطول عمره تا هو سولته في هذه القضيه، قال لي ايه اخي عبد القادر، قال لي كان تيجيب بنيات مره مره، كان تيجيب بنيات تسمى القهوه مره مره، قال لي لما تزوج هذيك كان تيجيبها غير هي، قلل من ديك المجيه مع البنات ولا مره مره تيجيبها مع هي، الا جاب شي بنت مره مره، ولكن ما كانش تيجيب البنات اللي معروفات في المدينه، كان تيجيب شي بنات تيول معرف مين تيجيبهم، يجيبهم مره ما يعاود تيجيبهم، ولكن كان بلي كان تيشرب وكان تيديها معاه تما. ولكن حياتهم كما تقول في الطومه هذا كان فيها الشدي والرد وكذا وكذا وكذا. هذيك البنت ولات تطلب بزاف ديال الحقوق ديالها، والاخرى مبرعه في الفيرما وعايشه وعاطيها اللي بغات في الفيرما وديال اللي ها تما ودير فيلا في الفيرما، وانا مخلي مكتف هاد ثلاثه بيوت وكوزينه هنا ديال اللي انا وكذا، وبغيت البيرمي وبغيت خرى كانت تدفع من حقوقها بزاف بزاف، وهذا الشيء نوض ليه هو صداع لانه عنده ليه في البلاد في العروبي عنده واحد المراه ساقره ما تضر ما تتكلم ما تسولو اش درتي وفين فعلتي وفين مشيتي، وعنده وحده في المدينه وبنت المدينه تدافع على راسها شنو درتي ملي جات كذا الريحه هاد الشعر راس قالك هنايا هادي سيمانه هادي كذا انت درتي كذا، شويه تخلقات الحياه بيناتهم ولا بيناتهم صداع صداع صداع. ومشات الامور هكا ولدات الولد وكبر الولد وبقى ذاك الولد تيكبر، ولكن من وصل الدري 14 عام والدري كان من صغره مشاكس داك الدري، تقول في الطومه فاش كان صغير كان برهوش وكان ضعصر واحد الصاله كبيره، هو يمكن ما عطاهش اهميه لانه داك الولد غير مرغوب فيه، داك الولد اللي جا من واحد الحمل ما كانش باغيه هو، وخا انه ربما كما كتقول كان تيتمنى يكون عنده ولد لان عنده جوج بنات، ولكن داك الدري ما عطاهش اهميه بزاف، وهو كان عايش مع هذيك البنت تيجي عندها وتيجي عندها، ولكن الدار الرسميه ديالو هي اللي في العروبيه، هذيك تيجي عندها جبره في السيمانه يجيب لها التقضيه بعد ما غير الدم تعطيها داك الشيء اللي بغات ويشد الطريق، وتا ذاك الولد ما كانش عاطيه، عطيه لولدك ديال ولدك فعل ولدك، دخلوا للمدرسه وفي المدرسه خرج فاشل يدخلوا مدرسه حره، وذاك الدري كان خاطر وكان مشاكس وكان خي. هنا تنقول واحد السيد وتنشكر واحد السيد واحد أستاذ محامي في الهيئة ديال الرباط اللي طلب مني ما نقول سميتو، وليت لي غنذكرك كمحامي، قلت لي هذه الهضره ونشكرك على الكلام اللي قال لي. أنا نقول لكم هذا المحامي هذا تعرفش معه أخيرا وتصاحبنا أخيرا، بدينا عبر الهاتف كما تنتصل بالناس وفي الآخر ولات صداقة. محامي رجل شد في راسه وعارف اش تيقول، ورجل اعطي ماشي غير المحاماه تيدير الاخراج تكتب قصاص، رجل واعر كما تنقول، وعجبني هذا الرجل هذا. قال لي يا سي خراس، قال لي يا لما عاودت هذه القصه والغريب عرفها بان في راسه هذه القصه سامعها حتى هو قبل هذه الجريمه هذه، انه حتى هو عاش في هذه المدينة ديالي وعرفها قبل ما ينتقل للرباط، عرفها لما كنت طالب وعرف هذه القصة هذه وجبنا الحديث أنا وياه عليها. وقال لي واحد الباحثين علماء باحثين في علم النفس اكتشفوا شي حاجة كبيرة وواعرة وخطيرة، شنو هي؟ هو أنه المرأة لما تتكون لما تتحمل من غد تتحمل وتدوز ديك 9 شهور ديال الحمل، شوف سمعوا هاد القضية هادي راه مفيدة، الأطباء لما تتحمل وتتمشي الطبيب عند الطبيب ديال الحمل اللي يمكن بالحمل الطب الطب ديال النساء تتمشي باش تدوز وتشوف راسها، ديما الطبيب تعطي واحد النصائح
المرأة الحاملة خصك ترتاحي، خصك ما تقلقيش، خصك ما تهزيش الثقل، خصك تكوني مرتاحة مع هذا، ما تخاصميش بزاف، ما تغضبيش، ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا. وهنا تيقولوا هاد العلماء في الطب، هاد النتيجة اللي وصلوا لها هاد العلماء في علم النفس عفوا، تيقولوا كما قال لي الأستاذ، تيقولوا بأن المرأة إذا كانت حاملة وكانوا عندها مشاكل وقت الحمل ديالها، مشاكل وصداع وعايشة في واحد العذاب وكذا، تتولد أولا تيكون واحد ولادة عسيرة، واحد ولادة واعرة 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 واعرة، اللي بعض المرات تضطر يديروا السيزاريين تولد بالعملية، وداك الولد تيخرج ما تيخرج ساوي، داك الدري تيكبر، تيكبر مشاكس، تيكبر قبيح، ما تيقراش مزيان، تيقد يخرج مجرم. وكتي كيفاش هاد الشيء هذا؟ لقاو هاد العلماء بان هذاك الوقت ديال الحمل ديال المرض ديال 9 شهور تيكون عنده تاثير كبير من ناحيه نفسيه على داك هذاك الولد اللي في كرشه. وقال لي واحد اليهودي، يهودي عالم علماء اليهودي عالم في الطب النسائي، واحد النهار شاف واحد الصديق ديالو دافع واحد الكروسة هو مراته وفيها دري صغير عاد تولد مغطي انه صغير. قال لي شحال في عمره؟ قال لي 3 شهور. قال لي كيداير في التربية ديالو مزيان؟ اخو مزيان. قال لي الله يا ولدي تتسولني على ولدي عنده 3 شهور؟ قال لي لا. فاش كانت مراتك حاملة الوقت ديال الحمل كيفاش دوزاتو؟ واش ما كنتوش تتخاصمو؟ ما كنتوش، واش كانت محافظة على صف الصحة ديالها؟ واش كانت مرتاحة؟ واش كان؟ قال لي لا خويا لا، كانت مرتاحة، كانت مزيانة، عمرنا ما تخاصمنا في الحمل ولا عمرو قال شي حاجة. قال لي هو راه 50% هادشي اللي ربيتو في كرش مو تربية مزيانة في كرش مو غادي يعطي نتيجة مزيانة. اي ان الدري تيكون في كرش مو 9 شهور في كرش مو ومو عايشه في المشاكل، تعطي داك واحد الدري تيخرجوا فيه المشاكل. وسبحان الله، علاش هنا فين تيقولوا الناس نربي من عند ربي؟ ها احنا رجعنا، احنا رجعنا للدين، نربي من عند ربي. وكيفاش ربي؟ علاش الناس تيقولوا واللي مربي تيخرج من كرش مو مربي؟ هنا قد نقولوا حيت مو كانت فاش كانت حاملة كانت مرتاحة به، وكانت مرتاحة وهانية وما كانش عندها صداع، ما كانش عندها مشاكل. وهنا فين تلقاو البنات اللي تيولدوا ولادة غير شرعية، أو الناس اللي حملت وهي واحد العسر والفقر، ولا حملت وهي في الصداع وهي في الغوات، تيخرج الدري شوية لاروب. الناس تيديروا احصاءات والناس متتبعين والخبار تيقول ايه تيخرج الدري شويه منحرف، تيخرج الدري ناقص في الدين، ناقص في القرايه، ناقص بزاف د الحوايج. غريبه هذا الامر، هذه نقول هذه عجيبه، اي ان الدري تيبدا التربيه في كرش امه، وباش تكون تربيه مزيانه خص امه في ديك 9 شهور تكون هانيه وتولد حامله، وتكون حامله وتكون هانيه. هنا هذه غير كفائدة تنقولوها، خليوا المرأة الحاملة هانية، خليوا المرأة الحاملة ما تقلقوهاش، خليوا المرأة الحاملة إلا ما قلقتوهاش تتكون عندها الولادة سهلة، سهلة الولادة كما تقول الأطباء. والمرأة مسكينة عمرها بالمشاكل تتكون عندها واعرة. المرأة الحامل خصنا نوقروها، خصنا نقدسوها. المرأة مسكينة تكون حاملة خليوها ترونكيل، حتى إلا كان شي مشاكل عائلية خليوا هذيك المرأة اللي حاملة، كاين اللي مسكينه والحمل ديال هذا اللي ها مشاكل، ومن اللي حملته هي في صداع وهي في الغوات وهي شديها طلق لك بحال هاد السيده هذه، من اللي حملته هي مع داك السيد في الغوات خرج الدري عوج، وخرج الدري عوج. وهنا في كاين، هنا في كاين الهضره اللي بغيت نهضر عليها، اشنو وقع هنا في غتبدا الجريمه ديال هاد الدري هذا. هاد الدري كبر ودار 16 عام وتصاحب مع واحد مجموعات يقرب معهم ديك المدرسة خاصة، واحد ثلاثة بغاو يزوروا لواحد الدري واحد الشهادة،
واحد الشهادة، شهادة البكالوريا. شدوا شهادة البكالوريا ديال واحد ونادوا بقى تيخدموا تيزوروها، وزوروا ديك الشهادة ديال البكالوريا، ودفع هذاك السيد الامتحانات باش يدوز الامتحانات، وتبين من بعد حتى نجح، وتبين بأن ديك الشهادة البكالوريا ماشي ديالو، وتلقى عليه القبض، وجابوا الشرطة القضائية وقالوا لي شكون اللي زور لك هاد الشهادة ديال البكالوريا، لأن شهادة ديال الدولة. وقال لهم فلان وفلان وفلان، وجبد هاد ولد ود هاد السيدة هادي ود هاد خينا، جبدو هو اللي قام عامل هاد الزوير، هو اللي صوب وقاد ومحا ودارو داك لونكر بلان ودارو التخربيقات ديالهم وزوروها. قال هادو اللي زوروها ليا وراهم تيزوروا الدراري الشواهد ديال البكالوريا، تياخذوا الشواهد ديال البكالوريا ديال تيدبروا فيهم ديال الناس الاخرين، تيقول شو هاد صوب صوب والد القوم صوبين بزاف الشواهد. وجاو البوليس وقعوا عليه القود ومشاو للدارهم تيقلبوا، ولقاو في واحد البلاصه بنتي ناس ديال الشواهد ديال شي طوابع ودير شي تخربيق، وفي 16 عام وجابوا صحابو بثلاثه وقدموه من المحكمه. شوف الحمل العوج اش عطى، انا نسميوها في الحمل العوج الله اعلم، حنا غنرجعوا لديك نمربي من عند ربي. وقدموه مشى للمحكمه وباصق الاخبار. وهنا تنقول بان تزوير تزوير الوثائق عرفية، نقول تزوير شي واحد زور شي وراق ديال القيادة، شي واحد مشاو للجينيزاسيون، أي حاجة تتطلق بالجينيزاسيون بالقيادة بكذا بكذا راه فيها من عام حتى لخمس سنين جنحة. وأي واحد مشى زور الوراق ديال الدولة، الوراق اللي عندها علاقة بالأوراق الرسمية ديال الدولة زور فيها، راه فيها من خمس سنين وحتى المؤبد، وراه فيها من خمس سنين تقد توقع عليها شي جريمه اكبر وتمشي حتى الاعدام. الزوير ردوا بالكم من الزوير، شي واحد تانو تيبغي بالقومه ويدير هادي هادي، ولكن الوثائق كما قلنا هادي ديال القياده وداكشي ديال الجينيزاسيون داكشي فيها من عام خمس سنين، اما ديال الدوله تمشي تقرب لاكارت ناسيونال تقلب تقرب الحاله المدنيه ولا تقرب الباسبور وتقرب تقرب شي حاجه نزور فيها، ولا بحال هادو اللي زوروا الشواهد البكالوريا راه فيها من خمس سنين طلع لكم حتى المؤبد، ولا وقع فيها شي جريمه اكبر تمشي حتى الاعدام. طلب لنا من هاد الشيء هذا، هنا تشدوا ديك المجموعه تكوين عصابه اجراميه وتزوير وكذا 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 وكذا، هنا بوه غنسب كلشي لمو، هاد ولدك انت سبابو، انت هاد ولدك كذا، تتقول انت كما مديها فيه مديها في بناتك انت غا كذا غا كذا. لعبت انا ربما واحد الناس كسبوا لي قالوا ودي واش انت ديما ديال مخنوق، ايه انا عندي حساسيه ديال البولين، هاد الحساسيه ديال البولين تديرها لي في هذا الوقت هذا ديال البولين، الله يشافينا ويشافي اي مريض حساسيه او غير حساسيه. هنا السيدة بدأت تمشي للمحكمة تابعة ولدها، هو تيقول لها تتقول لي عطيني باش ندير محامي، عطيني ندير عطيني كذا كذا، هو تيقول لها أنا ما مشيتش تما نخسر وجهي في المحكمة ومشيت ندخل المحاكم قدام الناس تيعرفوا أنت احترموني والناس كذا كذا والناس كذا كذا. هي مشات دارت محامي، دارت واحد محامي جديد كان محامي الله بدا العمل ديالو، ومحامي ولد دربهم ولد دربهم كانت تتعرفوا قبل ما تتزوج، تتعرفوا معرفة ديال ولد الدرب. وهذا المحامي كان مسكين الله يرحمه كان عاش في دار الأيتام خيرية، كان في دار الأيتام تم كبر وتم دار محامي، والحمد لله بزاف الأطفال اللي عاشوا في دار الأيتام وعاشوا في الخيرية عطاو نتائج كبيرة كبيرة، اللي منهم حتى وزارة دابا منهم برلمانيين، ولكن الغريب بعض الناس ما تيرضوش يقول انا كنت تما ولا كنت في هذه ولا كنت، هو خصو يفتخر بها يفتخر، لان الناس في الخارج في اوروبا من تيكون نبع من الخيرية او نبع من الفقر او نبع من حاجة تيفتخر. مثلا انا تنقول انا كبرنا في الفقر، ولكن الله اللهم لك الحمد، لان ان الفتى من يقولها انا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، سيدنا علي رضي الله عنه تقول إن الفتى من يقولها أنا ذا
ليس الفتى من يقول كان أبي. الإنسان إذا كان فقير ولا عنده واحد المنصب يفتخر بك الفقر لما يسمع الناس يقول ما سيدي ربا كان عندي ولو كتاب فقير ولو أنا كتاب خيرية ما عندنا حتى حاجة، ولكن وليت راجل بالرجولة باش يبقى خلالية وكذا وكذا. هنا هذاك المحامي دارته هو عرف ذاك المحامي اللي دارته، عرف ذاك المحامي بأنه حتى هو تتردد على البار اللي تيمشي له هو تيشوفه تيجي، وعرف أن ذاك المحامي بعض المرات تجي معه شي وحدة البار سواء تشرب ماء أو تكون غادي تهضر معها، ولكن العيات اللي كانت تيجي تما عيات نقيين ربما كانت تهضر معهم أفر ديال الخدمة ديالو، ولكن مرة كانت تيجي بشي وحدة هو كانت تيجي تيشوفه تما كانت بيناتهم غير السلام عليكم السلام وصافي ما تهضرش معاه، ولكن لما عرف دارته وقال له هذاك راه بعدا البار وتيجي بعيات البار وتيجي بكذا وتيجي بهادي وتيجي بهادي. قالت لي المهم انا يجيب البار ولا ما يجيبش البار ماشي شغلي فيه، انا ولد حومتي وتنعرفو محامي مجهد محامي تيشكروه الناس ويلاه بداو شحال عنده ديال الكليان والبيرو ديالو عامر هو اللي تيدافع عليه على ولدي هو اللي كذا هو اللي كذا. وفين خارجه دابا؟ انا غاد عند محامي فين جاي؟ انا راجع من عند محامي الدري بقى في التحقيق مع ديك العصابه اللي معاه بقى في التحقيق، التحقيق طول لان التحقيق تبقى عام ونهار ديال التحقيق، التحقيق طول ديك المده كلها ديال التحقيق وهي تمشي عند المحامي، انا غادا عند المحامي، انا جاي عند المحامي، انا غادا عند المحامي، انا جاي عند المحامي. شي مره شي واحد قال لي انا استمرتك مع المحامي في الطوموبيل، شتها جا للدار تلقى بها قال لي معاك كنت اليوم هذا في الطوموبيل، قلت لي مع المحامي واش ركبك معاه؟ هذا معاه تلاقيت معاه في المحكمة وقال لي يلاه معايا المكتب زدتو شي حاجة وكذا كذا، كيفاش تركبين مع المحامي في الطوموبيل؟ وليت تركبين مع المحامي في الطوموبيل، واش جاب البيرو ديالو للطريق فين شافت السيد صاحبي؟ انتوما دايزين من لهيه وتقول لي انت انا غادي بك كذا كذا، واه حنا دخلنا في هضرة أخرى ودخلنا في كلام أخر، خصك تحيد ذاك المحامي، ما تحيدش المحامي هو اللي شاد الدوسي. شاد الدوسي وادب براسك انت وياه، انا ما عطيك لا ريال لا جوج، تعطيني ما تعطيني كذا ما كذا. فين غادا؟ انا غادا عند محامي. منين جاي؟ انا جاي من عند المحامي. ولا تيدخلوا الشك في ذاك المحامي. ولا تيدخلوا الشك. عنده واحد صاحبه من دوك الهضاره بزاف تيهضروا. وكان هاد صاحبه لما تيتلاقاو في ذاك البار تيعاود ليه بعض الاسرار بعضياتهم. وقال صاحبو شي مرة كما تتعود في الطومة قال لك صاحبو هذاك اللي قال لي راه مرتك شتها ولا تيزيد عليه مرة تتشق تيقول لي مرة تيقول لي وراه عاود شت مرتك عاوتاني معاه هذاك راه خطير صاحبي هذاك تيجي بيات هنا الرجال تيدخل من البار قدامي شتو قدامي كذا كان تيعمرو ولا تيجي عندها شتك عاوتاني مع المحامي ودي ما مشيتش عنده سيف صاف نسيت شافك اللي ما يكذبش شد لي نطلق لك تحكم الدري تحكم 3 سنين. المحامي جا عند السيده لما كانت حاضره في الجلسه وهناها قال لها الحمد لله الدري خدا 3 سنين ويلي ما ويلي قال الحمد لله الدري خدا 3 سنين وخصها تحمد الله لان هذه الجريمه هذه 3 سنين راه ظروف تخفيف راه بحال القاضي دار شي ظروف تخفيف باش عطاها 3 سنين اما كان لصق ليها 15 عام ولا يزيد لان راه جنايه. وهنا تنقول واحد القضيه بعد الناس تيصحابوا المحامي تيحكم هو اللي تيحكم المحامي من واجبه يدافع على واحد القضيه ويدافع عليها الدفاع على حقه ويدير مجهوده من حقه يدافع ويحضر الجلسات ولكن راه ما تيضمنش لك اسيدي النتيجه المحامي ما يقدش يضمن لك النتيجه في غتوصل ما يقدش يعطيك واحد الحكم غيكون غيقولك راه غنبرئ وانا غندير اللي غيتاخذ غير كذا لا تيبقى القاضي صالح يد القاضي طبيب مثلا واحد طبيب دار واحد العملية ودارها كاملة
بالاكسجين بهذا الممرضات ودار لها حقها وطريقها وكملت العمليه وكان السيد لما خرج من البلوك مات. ماشي على الطبيب نقول له انت قتلتيه، من خرج من البلوك مات والطبيب دار العمليه كامله. راه كاين المحامي اللي تيدير قضيه كامله تكملها على حقها وطريقها والدفاعات والمرافعات وداخل خارج وكذا، ولكن في الاخر المسجون تياخذ واحد العقوبه تيمشي للحبس. حنا هنا بعض الناس نعم كاين بعض المحامين نقولوا مثلا لعب عليا دار ليا هما واحد القله، ولكن بزاف محامين اللي معقولين وتنعرفهم انا بزاف ناس معقولين، جول المحامون معقولين تخدموا خدمتهم، ولكن ما يمكنش هو يتحكم في القاضي يقول القاضي واعطيني قده واعطيه براءه واعطيه كذا، يدير تخدم على حقه. وبعض المرات مثلا كان واحد مسجون او واحد الضانين اللي تشد وتقدم محكمه وتشوف ان الحكم خصو ياخذ فيه 5 سنين وتاخذ عامين، المحامي تفرح لان تيشوف 5 سنين او 10 سنين تاخذ عامين، تقول تخرج عند عائلته تقول وعلى سلامتكم عطاو غير عامين، وكاين بعض الناس ما تتقبلوش وعلاش عامين وعلاش ما يخرج براءه وعلاش ما يخرجش براءه وقت يطلب ليه البراءه ويهضروا في المحامي وما حضرش، ما كانش تيحضر في الجلسات كان بيع الماتش، المحامي كان دير ودير دير دير واش محاكم المحامي تيحكم، والمحامي تيحكم تيفرح بواحد حكم تعطى لواحد تحكم بعام تحبس تيخرج فرحان، وخص الاخر نعرف شنو هو شحال كان غيتحكم الاخر، تيشوف عم تقول واه ما صاحبي كاع واعطينك صاحبي 500 الف فرانك وزدناك 2000 درهم وزدناك 1000 درهم في الاخر تحكم بعام، وراه كان غيتحكم ب 20 عام. انا بعد الناس غاطين المحامي تلقى المحامي مسكين خدام تيضرب الجهد ديالو كذا وكذا والاخر ما يتحكمش شي حكم ما يعجبوش، حيت المحامين انت نقول هنا واحد الرساله للمحامون اقول ليه في الاول ولي شوف هاد القضيه ديالنا غندافع عليها ولكن ما تسناش البراءه، نقولها لك عندنا 2% ديال البراءه، ولكن هاد الجريمه بحال اللي دار ولدك ولا دارت بنتك هاد الجريمه راه فيها من 5 سنين ل 10 سنين، رد بالك راه فيها من 5 سنين ل 10 سنين، فيها من 5 سنين 30 عام، رد بالك انا غادي ندير مجهودي باش نخفف وباش ندير باش ندير باش ندير باش هنا من يجي يقول لك زعما النهار الاول باك تدير مجهودي ودرت مجهودي، راه كاين محامي نجح في واحد القضيه والناس دوك الناس اللي وكلوه تيصحابوه سقط، كان محامي تيخرجناش مثلا واحد تيتحكم بعامين تيخرج فرحان تيقول الله عطاوني عامين، وواحد تيخرج والاخر في الباب تيقول او عامين علاش عطاو عامين واش درتي هي ما درتي والو. للاسف للاسف تنحيي الهيئه ديال المحامون في المغرب كامل، عندي ثقه في المحامون ديالنا حنا في المغرب، عندي فيهم ثقه انا وقدم شغلتهم. هنا السيد لما تحكم 3 سنين على اخر شد مع المراه تيمتم هذاك المحامي ضربكم وكان تيهزك وتيديك فين ما بغى وتيحطك فين ما بغى وانا اخباري عليك فين وصلت معاه وانا كذا وانا كذا وانا كذا ونشد لي نطلق عليك ويا صافي. قال لها صافي انا اش غديري ياك ديري مشى للحبس، قالت لي انا غنستانف على ولدي ولا المحامي قال لي غيستانف وغيدير كذا كذا ياك ديري مشى للحبس، انا لا نعطيك براتك صلاه النبي القانون راه باين انا غنطلقك. هنا ولاو تيهضروا في الطلاق، تيهضروا في الطلاق، هي ما بقاش ولدها مسدود وراجلها بغى يطلق اللي هو بواه بغى يطلق، المرات ولات في حاله عن بها الله، ولكن الراجل ما وقفش على هذا الحد، الراجل ولا هز فكرته بان المحامي صاحب براءته. المرأة لما شافت راجلها طلق من الدري وذا بقات تابعه وذا مزيان وتابعه وذا هي غادا عند المحامي وجايه من عند المحامي والمحكمه وتتقلب على الاستئناف، الراجل صافي هو براسو تاكد ليه بانه ما بقاش تيهضر معها ما بقاش تيكلمها في الدار، تيقول لها من جي ما تهضريش معايا نحط لك جوج فرانك ديالك لهي فوق الطابله باش تاكلي انت وذاك البروش ما تهضريش معايا ما تكلميش معايا، ما بقاش تيعاشرها. واحد النهار دخل الدار ما لقاهاش بقى جالس في الدار ويدخل،
هو يسبب بك الكلمه ديال العاهره فيك انت، يا فيك انت، كنتي عنده، هاد جايه من عنده، ما كنتيش عنده دابا، قالت لي كنت عنده، ما كنتوش واقفين حدا كذا كذا، هو داز شافها واقفه معاه، ولكن ما كانش راجل يهبط يسلم على السيد يقول اش تدير، شافها بصح، قال لي اش تكون واقفين انتي ويا وغادي تهضروا تهضروا تهضروا، وزدتوا ها؟ شديتوا طاكسي، ماشي طاف طومبيتو، فين مشيتوا؟ قلت لي مشينا، مشينا عند واحد الاستاذ اللي هو قاضي وغادي يطلبوا ورغبوه، قال لي دوزي طلبيه ورغبيه وكذا. هو صافي تاكد ديك الساعه بانه المراه عندها مع 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 المحامي، بانها صافي صافي تاكد. خرج ذاك النهار سبه وعيالها وهرش شي مو في الدار، وخرج مشى في حالته. السيده اتصلت في الطومه في الليل وجات عندها في الطومه تاع الدار، هي تجي عندها في الطومه، عاودت لي هذاك الشيء اللي وقع. وكان ديما تعاود في الطوبه، راه شك فيا مع المحامي، راه دار لي مع المحامي، رفع لي مع المحامي، راه دابا انا ركبت انا المحامي، قال لي غنمشي عند واحد القاضي طلبيه ورغبيه، وداني مشى طوموتو خاصه داني في طاكسي، هو دا شافنا وكذا، خويا تقول لا ما كنتيش تمشي معاه، ما كنتيش كذا، ما كنتيش انت تعرفي هو شك فيك وكذا، لا انا ولدي ما مشيتش للعبس، هو بغا ولدي يمشي للعبس، دابا حنا واقفين على الطلاق، لا بغا يطلق يطلق، انا ولدي كذا كذا. لغد جا في واحد الوقت في الليل شرب ودخل لواحد البيت فيه واحد الفيترينا، وديك الفيترينا فوقها واحد ماريو كبير فيه شي موما تما قدا بشي حوايج، ودار واحد الكرسي بقى تيقلب تما، هي غير تشوف فيه، بقى تيقلب تيقلب تيقلب، ويقول لها عيطي للمحامي اتصلي به دابا دابا، كان ديك الساعه ما كانش بورطابل، كان تليفون فيكس، قال لها عيطي ليه تليفون، قالت لي المحامي عنده التليفون فيكس، والمحامي ما كاينش في البيرو دابا الليل، تغدا ونعيط ليه بغيتي نقول ليه شي حاجه، قال لها واخا ما كاين باس، تغدا ان شاء الله انا ما بيتش هنا، مشى خرج، هي رجعت تشوف داك الماريو كان كرسي، وكان تيقلب تما خدا شي حاجه من تما، شنو لقاتو هز من تما؟ هز واحد الجنوية عنده كبيرة، وديك الجنوية عندها واحد الغطا ديالها، داك الغطا ديال الليمينيوم بحال الخنجر، هزها باش عرفاتو هزها، خلى الغطا تما ودا غير الجنوية، سدات هذاك حيد الكرسي، علاش هز هاد الجنوية؟ ما عرفت، ماشي ديالو هز الجنوية، ماشي ديالو خرج بها في الليل، قالت المصيبة غادي تفتحها في هاد الليل. جا لغد تست العشيه عاد دخل، هذا حسب البحث، حسب مسطره، وحسب الطومه اللي عاودت ليا، حسب المحامي، حسب الناس اللي ذكرت معاهم. جا وقال لي اتصلي بالمحامي، زيد التليفون عيطي ليه، راه دابا في البير، وكانت ست العشيه. جاوبها المحامي، قال لي اري ليا، قال لي شريف لاباس بخير صحه لاباس، شوف راه لقيت كلامك عندك صح، وداك الحبس اللي عطاوه راه زعما خصو كثر، الله يكثر خيرك، انا بغيت ندوزك شي امانه، الله يعطيك الصحه، انا دابا بعيد راني في العروبيه، وراه غنجي عندك ما عادش نتلاقاو عندك في البيرو، اتفقوا قال لي اودي نتلاقاو مع الثمانيه نتلاقاو، تسناني مع الثمانيه، هذاك تيطلب المحامي تسنى مع الثمانيه، المحامي قال لي اودي انا غنخرج شغلي ونرجعوا مع الثمانيه نتلاقاو في البيرو. هي سمعت رجعت يهضر مع المحامي، قال لها صافي المحامي خلي الدري بغا يتحكم داك الحكامه خليه، انا ندور مع المحامي، ندوز ندور معاه مع الثمانيه، والله يعاونني والله يعاونه. ولكن سمعته كذب، قال المحامي انا بعيد، انا في العروبيه، هو راه في دارو قريب للمحامي نفس المدينه. قالت شوف شوف يمكن بغا يجازيه، يمكن صحنيت الدري، عاد عرف بان الدري خصو اكثر من 3 سنين، عاد 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 ما عطاش القضيه اهميه. كان السبت حسب المسطره، كان السبت، الحمد لله نشكر الناس اللي طلبتهم وجدوها ليا وجابوها ليا، كان السبت، السبت ما كانت هضره، السبت مشى عند المحامي، السبت مشى عند محامي،
هو دار معاه السبت يتلاقوا مع الثمانية في البيرو. السبت مشى عند محامي تقول هي ما عرفت مشى ولا ما مشاش الله اعلم. المره تقول في المحضر ديال ما عرفاش في الطومه تقول ما عرفاش، ولكن هو دار معاه السبت يتلاقوا في البيرو مع الثمانية. السبت ما كاين هضره، اثنين الحد ما كاين هضره، اثنين عيطت السيده على المحامي وتسول تقول لي اش دار معك الراجل. جاوبها واحد السيد قال لها شكون انت؟ قالت لي انا فلانه. شكون فلانه؟ انا عندي دوسي. عندك دوسي؟ اي عندي دوسي. فين عندك دوسي؟ كذا 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 كذا. فين ساكنه؟ ها فين ساكنه؟ ها فين ساكنه؟ تشاو دازت واحد الوقيته تتفاجئ بالرجال الامن جاو عندها الدار الشرطه القضائيه. قال لها انت اللي عيطت على المحامي وكذا كذا؟ قالت لي انا اللي عيطت عليه. قال لها غتجي عندنا المصلحه ديالنا. هي بس تصبر رجلها ما عندوش التليفون لان عنده فيكس ديال العروبيه. مشات هي هزات ومشات عندهم المصلحه. قال لها داك المحامي شنو عندك معاه؟ قالت لي عندي سيدي واحد الدوسي ديالي ديال ولدي مشدود. اش كاين؟ اش كاين؟ وعلاش عيطت عليه؟ عيطت عليه سيدي لانه راجلي دار معاه السبت يتلاقى في الدار معاه في المكتب مع الثمانيه. راجلك ايه؟ علاش؟ اسيدي راجلي انا ولدي تحكم بثلاث سنين وراجلي غضب على هذه القضيه هذه وقال لي المحامي ما خدمش معاك والمحامي كذا والمحامي كذا. بقات عيني من بعد عرف بان ديك الثلاث سنين راه معقوله وقليله راه ولدي كان تحكم بكثر. وجا ذاك النهار وجا للدار هو تيشرب جا شرب وقال لي عيطت للمحامي وعيطت للمحامي ودوزت ليه وقال لي نتلاقاو مع الثمانيه نهار السبت عندك في البيرو. انا راه سمح لي هذيك المعامله كنت نعاملك ولا ديك شي امانه نعطيها لك وداك الحبس اللي عطاه ولدي راه مزيان انا راه قابلين له. ومشى عند المحامي والله اعلم انا عرف السبت راجلي مشى عند المحامي كيما دار معاه في التليفون. دار له محضر لان هي اتصلت التليفون تتصل في البيرو اي واحد في البيرو خل البحث لان البحث ما عطاش ما خلى لا بصمات لا مولي وبي ما عطاش. طلقوا ان البوليس يلتعطون البوليس يضربوا اطور طرابير شافوا المحامي مقتول في المكتب ديالو تيجريوا هنا وهنا 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 لانه حتى واحد ما شاف شي واحد دخل عند محامي حتى شي واحد ما شاف شي واحد خارج من عند محامي خص البحث. هنا وقعت واحد القضيه غريبه ان البوليس لما اكتشف المحامي مقتول في المكتب ديالو من الناس اللي سولهم البوليس هو واحد مرسكة تيشوف في المحامي. داك مرسكة سولو على تما واش في شي واحد نهار السبت في العشيه؟ قال لهم ودي نهار السبت في العشيه هو من عادته تيخرج مع الخمسه تيمشي في حالته ولا سته وطونبيتو تيحبسها. كاين واحد تي باركينغ تما صغير قدامهم تريطوار من بعد شويه من الطريق تما تيحبس وتيقطع الطريق باش تيطلع المكتب ديالو. قال لهم داك قال لهم انا جاي عندي مع تقريبا سبعه ونص ثمانيه وطلب لي واحد الباكيه الكارو عطيتها ليه وخرج قدام الباب وشعل الكارو بقى تيكبي واقف وهز كارطاب ديالو. واحد الوقت هذاك مول الحانوت عنده تليفون فيكس وداك التليفون تيستعملوه الناس. هاد بزاف الحوانت كان عندهم تليفونات فيكس بكري تيستعمل اي شي واحد تيستعملو تيخلصو بمقابل. واحد الوقت قال لي عطاك التليفون؟ قال لي بلاتي واحد مرة خدت تهضر فيه. قال لي واحد خينا صمرنا هنايا هكا. قال لي واحد خينا صمرني هنايا ورجع وقف شوي شوي ديك المرة سالت التليفون مشات وداك مول الحانوت قال للمحامي اجي 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 تهضر ويقول لا صاف صافي هو جا. قال لهم بان لي واحد السيد جاب واحد بيكوب وقف ومشى عند المحامي وقطعوا بجوج طريق وطلعوا عند المحامي. واحد الوقت تتقول انت بان لي البيكوب مشات والطوموبيل المحامي بقات والبيكوب مشات. هادشي اللي انا في راسي تتكسرت في الجوتا نهار الاثنين باش تلقاوها الناس تلقاوها الناس اللي جاو تما وتفتح الباب ولقاو الرجل ميت. هنا بقى في يديهم هذيك المرة اللي قالت راجلي دار معاه رانديفو وتبين بان السيد تقتل بالسبت وبان اللي عندهم في يديهم هو ذاك البداوي
داك 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 الفلاح بانه هو اللي كان ديال بهرانديفو وهو اللي جا عنده من خلال مرسك اللي قال بيكو بها كي داير ها كي دايره. رجعوا للمراه قالت لهم ايه عندو بيكو براجل ديالك كي داير كي دايرهم. مشاو جابوا داك الراجل وجابوا ديك البيكو. جابوا الراجل وجابوا البيكو وعرضوا على مرسك. مرسك قال هي هذه البيكو بسيدي وهذا هو السيد اللي طلع معه. هذا هو اللي شفتو طالع معه. رانا تنشوف في ردني خاوي هو اللي قال لي خلاني مسمر هنايا وبغى التليفون عليه وطلعوا بجوج. وبان لي هذا السيد هبط وهز في الدو كارطاب. هذا هبط وهز في الدو واحد الكورطاب. جابوا هذاك السيد اش دار هو وعرف راسو اش دار. اضربها بنكره قال لهم انا ما كنتش عند المحامي وانا ما مشيتش عند المحامي وانت درتي بالتليفون درتي مع رانديفو مع الثمانية وما مشيتش عنده ومول سكا شاف طومبيلك وقفت تما وانت هبطتي. لا ما كذا ما كذا. ارا نقلبوا ارا نمشيو مع الدار. مشاو مع الدار عند المرأة قلبوها كامل ما كاين والو. مشاو مع الدار ديال العروبية تيقلبوا تيلقاو الكورطاب ديال المحامي. وليش الكورطاب المحامي؟ الكورطاب المحامي في الجيد وسط هو اش دار باش نعاود لكم نجي لكم في الشقعات. هو دار مع المحامي كيما قلت لكم دار مع رانديفو باش تلقى معاه. مشى عند المحامي مشى عنده دخل جبد واحد الجنويه هذيك الجنويه اللي هز اللي قالت للمراه خلى الجوا ديالها. جبد الجنويه قال لها ولي اش عندك علاقه مع المراه ولي اش عندك علاقه بها. يمكن كيما تيقول هو قال لك لا انا دابز معايا وانا انا اعترف ليا جبت عليه الموس اعترف ليا قال لي انا راه بصح مع مراتك وانا ما رضيتش وانا كذا وانا كذا والشرف ديالي وقتلته. هذه هضره ديالو لانه حصل قتل السيد وديك الجنويه عامره الدم. هذا الكورطاب ديالو خشى فيه الجنويه وسده وهبط ودا مع الكورطاب اللي لقاو عنده في الدار. فيه شي دواسه ديال ناس اخرين ماشي حتى ديالو. وتأكد بأنه هو اللي قتله. وأنا قتل المحامي قتل المحامي. الشك شك في المحامي. أولا ما حملش المحامي في الأول من قالت لي ولد دربنا وكذا وكذا. هو كان كحظ اللور ديك الساعة هو كحظ اللور ماشي هو اللي مشى قلب على المحامي وتتبع الدري وتتبع القضية لا المرأة. شك لم وطلع عليه الدم على المحامي لما المحامي جاء دار فلوسه في الخضر تحكم 3 سنين. ما عرفش بان الدري راه المحامي هو اللي رديه 3 سنين راه كان ياخذ اكثر. وكمل ليه داك صاحبه اللي تا هو تم استدعاؤه وجابوه اللي تيقول لي انا استمرت كراكبه في الطوموبيل نهار اللي وجدتهم هنا لهنا وهذا وهذا وجدت انا في طاكسي وكذا وكذا كان تيسخنوا. هاد المحامي مسكين تيعرفوه الناس وتيعرفوه بانه ها مشى مع خيتي دول من مشى مشى مشى, مشى هوبا البوليس تيخدموا راه فرق لك اودي حنا زدنا بحثنا وبحثنا وبحثنا لقينا ما كاينش مع المراه واكدنا مع البحث وزقرنا المراه مزيان بحثنا بان ما كانش عنده ما عندهاش شي خيانه زوجيه مع ذاك المحامي ما كانش ولكن كانت شاده فوده باش نقلوا شاده فوده باش تخرجوا سورتو في الاخر سمعت غنوا يطلقها صافي غيطلقها بقات شاده في ولدها خدامه تجري تشوف ان في الاستئناف غيطيح يخرج بالي او يطيح لي عام او نقص او كذا وكذا كذا. الاخر ما كانش مديها في هذا العالم هذا. الاخر صافي من النهار الاول فاش حملت هو من ولد الصباط معاها من النهار الاول والراجل شاد فيها عفريني نعطيك تخرج داك الدري من الحاف كما قلنا رجعوا هاد القضيه ديال الحلف ديال الدري نقدروا رجعوها الله اعلم المربي من عند ربي او دوزت ايامها والحمل ديالها كله في الصداع والغوات وحتى الدري يعوج. وهو في الخربه صافي اباندوناب شد بنت مسكينه خدامه فيها الاحمر شدها بقات كلها مخها هي ما عندهاش هو عنده فلاح كبير شدها ودار فيها ما بغا وحملها ودار وسكنها بداك البيت خباها تما وخلاها وبقى مدوز حياته. وفي الاخر عاد ولا راجل وعاد ولا تيشوف الشرف ويشوف كذا كذا وتاكد لي بان المحامي راه مع 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 مراته وانت انت هزيتي جنويه وباش تشوف التلفه اللي عطاها الله كما تذكر السيده بانه حتى قالت لهم انا لا استبعد راجلي هو اللي قاتل انا لا استبعد لانه هز الجنويه وخلى بلاصه هز كرسي وطلع فوقه وخلى الجنويه وخلى رقات الجنويه هزو ماشي ديالو باش يهز ديك الجنويه تنجبوها غير بعيد كبير قدام معاه وهي اللي تلقات في الكورطاب ديال المحامي هز الكورطاب في الاعترافات ديالو هز الكورطاب باش يدرك الموس
الموس اللي تلقى باقي في الكورطة باقي بدمه. في الطوماتين تسكن عاوتيها شي بقات في الخرطة تبكي. قلت لها علاش تتبكي؟ هو قالت لي هذيك صاحبتي مسكينة فينا هي الدري كبير وما بقاش فينا الأحمر، جاب الله خدات واحد لانتريت صغير ومريضة مسكينة تنشوفها مرة ما نبقى عندها صحة. وانت في الطوم ما تزوجتيش واش غندير بشي جوازة سابقة؟ هاني مع قبي مربية ولاد اختي والله ماك الحمد وكذا في الطوم مسناه. وعاودت ليا وهي اللي كانت فتحت ليا الباب باش نزيد نشوف دراري نقلب على هاد لافير. وفي الطوم تتعاوني كانوا عند الاوفيسي فلان وكنا تمشيو عند الاوفيسي فلان والمادة ودو عند الاوفيسي كانت عارفة البوس كاملين ودا المتقاعدين قسمعوا في هاد القضية هادي وتعاود خدمنا هاد لافير اخي عبد القادر خدمنا هاد لافير اخي عبد القادر. اشوف فين وصلت هاد الحريرة هادي في الطوم. الله يطول عمرك اختي في الطوم والله يطول عمرك وراك عرفتي انت نهضر عليك وكنت غنذكرك ولكن ما غنجبد سميتك وسميتك في الطوم. والله يرحم هذاك المحامي المسكين مشى هكاك والاخر لقى العقوبة ديالو كانت تحكم 30 عام وديك البنت بقات مع ذاك الوليد ضبات ومشات مع الطريق. نتمنى من الله الحلقة تكون فيدتكم وتكون فاتكم وفيها إفادة لكم وربما أنا درت مجهودي باش تكون فيها إفادة. نتمنى من الله هاد الحلقة تكون عجبتكم واستفدتوا فيها وإلى الحلقة القادمة.